السلام عليكم وتحياتي الجميع متتبعي القناة عائد إلى الغربة. مرحبا بكم اليوم في هذا الفيديو. هذه غادي نتكلموا على سجن يوسف الزروالي للأسف الشديد. تقولي كيفاش للأسف الشديد؟ غادي نشرح لك علاش. الخوت ديالي كما كتشوفوا ان دابا بزاف ديال الصفحات اللي كتشفف هذا الخبر كتشفف هذا في هذا الحاله اللي وقع ليوسف الزروالي اولا كيضحكوا عليه وبزاف ديال الناس بغاوها له. الخوت ديالي انا عارف يوسف الزروالي الخطاب ديالو ضعيف والراس ديالو خاوي وعارف مزيان ان حتى الرساله ديالو الدينيه تحت زيرو نول ضعيفه بزاف وعارف المستوى ديالو الثقافي هابط بزاف ولكن ملي كندير واحد المقارنه الخوت ديالي بالاعمال ديالو الخيريه ديالو فهي كتشفع عليه هاد النقط هادو اللي تكلمت عليها. فالاعمال ديالو الخيريه الخوت ديالي فهي في جميع انحاء المغرب كاينه ودار الخير بزاف 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 وما ضرهم تيقولوا اتقي الشر من احسنت اليه ودار الخير ما يطرا باس. السبب تقريبا في هاد المشكل منهم ابايا وشير شي وحدين اخرين اللي دايرين به شي دعايات ديال النصب والاحتيال. بون النصب نسولي يعني سيليكسيون على هاد الامور هذا وتشويه انا بالنسبه لي النصب ما كاينش لانهم ما عندهمش دليل ولكن بالنسبه ديال التشويه نشوههم لان فريمون هنا كنقول لكم ان الانسان ما متقفش وعنده اخطاء ديالو ان يوسف كان صحيح هاجمهم وهذه من الاخطاء اللي كان كيدير يوسف الزروالي لانه ما كانش كيعطيه ما كانش كيدير عين ميكا باش انه يمشي مزيان ما كانش عنده واحد التوجيه اللي هو التوجيه الصحيح اللي يجيبها لاصقه لا كان شيئا ما مندفع وكانت عنده اخطاء اللي هي هاي دابا غتكون السبب ديالو انه غادي يخلص الحق بزاف. بين ايا اللي هو مازال كيتسنى منه ماشي كيتسنى منه الله اعلم وسببه باش دخل يعني للسجن كنعطاهم الفلوس وزعما تهلا فيه وما اقتنعش بداك الشيء. يمكن بغى ان يوسف الزروالي يتكلف الواقعه بكل شيء اللي هو ما يمكنش كتبقى غادي حاله مرحله ما يمكنلوش يبقى لاصق يوسف الزروالي في هذيك الحاله ديال الايه. ونعطيكم حاجه واحده اخرى وان ايه مثلا كان جا عندها سعد مجرد اللي هو النمبر 1 في المغرب وما دار لا حتى شي لعبه حركه ديال دي لها يوسف الزروالي كما كتعرفوا المدخولات ديال سعد مجرد فهي اكثر من يوسف الزروالي بالكثير والكثير ولكن حتى واحد ما يقدر يتكلم على سعد مجرد لانه كيبقى الحلقه الاقوى في هاد في هاد في هاد الدواره هادي. وحاجه واحده اخرى اللي بغيت نشير ليها بالنسبه للقضيه كما قلت في الاول في الفيديو انه انسان غير مثقف وكذا 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 وكيمثل ولاد الشعب. خصنا نعرفوا ان الناس كيمثلوا الشعب وكيمثلونا حنا بواحد الصفه رسميه يعني شنو معنى الصفه رسميه كيمثلك في الدوله ولا في البرلمان المغربي وهو انسان مكلخ وانسان ما قرا حتى شي الف من الباء وكيمثلك بواحد الطريقه رسميه في البلاد وما دار ليك والو ما دار ليك حتى شي لعبه. يوسف الزروالي دار وخدم وللاسف كاين تيتعرض بزاف للانتقاد من الناس. حنا يعني في البنيه ديالنا السوسيولوجيه في المغرب عندنا بزاف ديال متجذر فينا الحسد وشويه ديال التبعه ودائما اي انسان تيكون في القحط بدا كيوصل ولا غادي مزيان كنعطيو له مول الراس وكنهبطوه وخصنا فوقاش نهبطوه. انا يوسف الزروالي دائما كنت ضد الخطاب ديالو وضد كيفاش كيتكلم وكيفاش كيتواصل ولكن ما عمري ما كنت ضد الاعمال ديالو الخيريه لان الاعمال ديالو الخيريه كتكلم عليه اعمال خيريه كاينه هادشي شنو ثاقبه بالنسبه لي انا كتقبع صاحبي شنو كتخلي المكان ديالها راسخه. شحال من واحد عاونو بالفلوس كيقاد ديور كيعاون كذا وكذا بزاف ديال الحوايج. ما يؤسفني وما كيألمني في قلبي ما كاينش غير يوسف الزروالي اللي هو صار قدوه لهاد الناس اللي خرجوا موراه مثلا بحال الحساكي تافي ديال الخميسات ولا ديال فيسبوك حر ديال اكادير اللي عاد عام باش بدا ولا دابا عنده طوموبيل ولا بخل عليه وكيفرق الفلوس من هنا ومن هنا ومن هنا ماشي مشكل هذا عمل خيري ماشي شغلي فيه. المهم دار يمكن الناس كيخدموا في اليوتيوب راه كيدخلوا بزاف في اليوتيوب كيدخلوا دونك كاين دي يوتيوبر واحد اخرين مازال ما نتكلموش عليهم ولكن فقط كنتكلموا على واحد الانسان يوتيوبر رقم واحد تقريبا في الاعمال الخيريه في المغرب اللي هو يوسف الزروالي كياخد الضق لانه فقط ما عندوش واحد التوجيه صحيح اللي يقدر يمشي مزيان. بالنسبه للناس اللي قلت لكم قبيلات
الناس اللي كتمثلنا في واحد داك التمثيل بطريقه رسميه فهي عندها توجيه صحيح وعندها واحد الحمايه اللي هي حمايه صحيحه واكلانه وشربانه وضربه منا مزيان وحتى واحد ما يقدر انه يتكلم عليها ولا يجبدها ولا ينتقدها او ولا يبغي يحاسبها. فقط كنحقروا الانسان اللي هو منا فريمون خرج منا وكنحقروا عليه وكنبغيو نطيحوه. يوسف الزروالي كنأكد لكم الخوت ديالي وانه تقاتل وبوحدو والله العظيم بوحدو تقاتل في الصفحه كانت عندهم يعني تقريبا الصفحه لاباج باردون القناه ديال اليوتيوب عاد دارها هذه عامين باش دارها واقع على ما اظن قبل شي 3 سنين ولا 4 سنين ولا 5 سنين على ما اظن. انا كنت كنشوفو كيتقاتل في الصفحه ديال الفيسبوك وكيف يمكن انه يعني يدير قناه ديالو في اليوتيوب باش انه يربح الفلوس ولكن ما كانش دار الصفحه ديال اليوتيوب وكان ضد انه كنت كنشوف الاوائل ديالو كان ضد انه يدير قناه في اليوتيوب باش يربح الفلوس. يعني حتى هذه النقطه هذه الخط خدها بواحد الطريقه واحده اخرى انه ما كانش من الاهداف ديالو الفلوس بل بالعكس كانت اهدافه انه يدير شويه ديال الخير. فهمتي نشوفوا لو فون ديال يوسف الزروالي فهو فريمون ابار الخارج ديالو المستوى ديالو فهو عنده واحد القلب نقدر نقول لكم بيض حسن بزاف ديال الناس اللي هي مسؤوله علينا واللي هي مسيره البلاد ديالنا وغادا بالبلاد معروفين غادا به. يعني المسيرين اذا كان راكم عارفين ديال المنتخبين ديال البرلمان وزيد 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 فهم ما كيسيروش الوطن كيفاش خصو يمشي وكيجيو واحد الناس هما اللي كيديروا واحد المعامل اللي خصو يديروه دوك الناس اللي حنا مكيننا ودوك الناس الحكومه مثلا وكذا 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 هما خصهم هما اللي يتعاملوا او هما اللي خصهم يهزوا بهاد الفقراء. بزاف ديال الناس اللي هما خاطئين غير مو خاطئين بزاف يوسف الزروالي لانه كما قلت لكم غادي مزيان في الطريق ديالو لانه حقيقه هو شويه كيدير مزيان طبيعه الحال غادي يدير مزيان لان السيد راه خدام وعندو جمعيه ما اظن ولا الناس ولات كتشكك في الجمعيه ديالو. ما كاينش جمعيه راه خدام في اليوتيوب كيدخل الفلوس صحيحه كيدخل في اليوتيوب دونك اللهم بارك. دونك هاد الفلوس راه ديالو يقدر يدير بها ما بغى يقدر يشري بها دار يشري بها يعني حتى هو عنده فلوس هو كتدخل له يعني غادي يكون هو شويه لاباس عليه شيء عادي راه شي حاجه عادي انه غادي يدير الفلوس وغادي يمشي مزيان. راه كما قلت لكم الاخوات راه وحدين اخرين اللي يمكنكم ومكين الشعب راه كياخذوا الزبابيل ديال الفلوس اولا يعني كرتونات ديال الفلوس كياخذوهم بارده ما كيديروا حتى واحد 1% من الاعمال الخيريه اللي كيقوم بها يوسف الزروالي في يعني في المغرب اولا المهم في مدينتك ولا جو سي با انا كواحد في المدينه ديالو ما كيقومش بداك العمل الخيري تجاه الناس اللي هي محتاجه للاسف الشديد. يوسف الزروالي فريمون تتعرض حاليا لواحد الانتقادات اللي هي لاذعه من طرف ولاد الشعب اللي هو ايضا راه منا وانا شخصيا ما غاديش نقدر نقول لكم انه يستحق السجن. كنقول لكم ان الناس اللي تستحق السجن فراها خارجه برا كتسلم عرفتها وخصهم هما يتحاسبوا يدخلوا للحبس. الخطر اللي كدير الدوله هو ان مثلا من بان يوسف الزروالي او من بان داك الحساكي التافي اللي عاد بانوا مؤخرا كان انها ممكن تحت هنا شوف الدوله في الاخطاء اللي كتقوم بها الدوله او الحكومه ماشي نقول الدوله نقول الحكومه المغربيه انها كتحط مع واحد الجدول ديال التحملات ديال سيروره العمل الجمعوي. يعني كتحطوا معك واحد الجدول ديال التحملات وكتكون محاسبه من داخله ومن خارجه نو الدوله حتى هادشي ما قادراش ديرو يعني حتى تحاسب يعني واحد اخر كيدير الخير وكيجيو الفلوس كما قالوا شي واحد كيجي فلوس من امريكان كتجي فلوس من فرنسا نحاسبك وكنحاسبك نشوف واش كدير ولا ما كديرش. هادشي الدوله لا تستطيع ان تقوم بهذا ما قادراش دير هادشي الدوله وما خارجه يعني خارجه السوق وخلات الشعب خلات اللي بغى يدير شي حاجه يديرها واللي بغى ينصب ينصب واللي بغى ياكل ياكل واللي بغى يتفلى يتفلى. كنأكد لكم كاين الصبا وحدين اخرين فريمون الصبا الخوت ديالي وما كتشوفوهمش قدامكم. يوسف الزروالي والله العظيم الخوت ديالي فانه اعماله كتشفع عليه. انا كما قلت لكم في بدايه الفيديو فانا ضد بزاف ديال الحوايج كيقوم بها يوسف الزروالي فنكون واقعين. الناس كيقولوا لي انه يوسف الزروالي كيبين وجوه ديال الناس. خد ديالي قمه التناقض وقمه النفاق والله العظيم يؤسفني نقول لكم هذا برنامج ديال قلبي طمعان ديال الامارات اللي نجح نجاح شنقول لكم قاطع وشاسع في الدول العربيه
كان كيبين وجه الفقراء وما كيبينش وجه ديال البريزونطاتور، ما كيبينش وجهه اللي كيقوم، يعني اللي كيقوم بعد. انا بالنسبه لي هذا كي مقدم ديال البرنامج ماشي فاعل خيرا، لانه فهو كي عنده الدعم من الدوله ديال الامارات وعنده واحد المرجعيه سياسيه وحده اخرى اللي ما غاديش تشوفوها نتوما. المهم ما عليناش، كيبين وجوه ديال الناس، يعني كتبان وجوه ديال الناس اللي هي كتقدم لها المساعده فواحد فواحد بالنسبه لي فواحد شويه مدلولين تيبينوهم. احنا ما عرفتش علاش واخد داك القمه ديال النجاح، ما عرفتش علاش، لانه حق لانه داك خينا ما بين جوجو. شوف كيفاش كيلعبوا على البسيكو ديال بنادم، الحاله النفسيه ديال الانسان، باش انه يقدروا انهم ينجحوا هذاك البرنامج ديال قلب اطمئن. برنامج الخوت ديال واخا ماشي هو الموضوع ديال انني نتكلم ليه عليه، ولكن فهو برنامج كون اكيد انه برنامج سياسي، واخد الامارات انها باش تحسن الصوره ديالها اللي على الاعمال اللي هي كدير ما وراء الستار او ما وراء الكواليس. ولاحظوا معايا الخوت ديالي، فانا كنأكد لكم ان دول الخليج فيها محتاجين، فيها ناس اللي خصها الفلوس، وفيها الناس اللي لا اله الا الله يعني محتاجه بزاف بزاف بزاف، وما كيبينوهمش لكم وما كيمشيوش للخليج، بل فقط كيمشيو انهم يقصوا الدول المغاربيه او الدول المشرق، يعني مصر والصومال، المهم ديك الدول الاردن كذا، الدول اللي هي فقيره بزاف. الخوت ديالي انا بالنسبه لي ما يقوم به يوسف الزوالي لو كان شيئا ما متقن، يعني متقن وعارف كيفاش كيتكلم، غادي يكون ناجح بالنسبه لي انا، ناجح اكثر من برنامج قلبي اطمئن، وما فيش ابعاد واحده اخرى. ابار نتكلم على حاجه واحده اخرى، يعني شيء اخر، المرجعيه ديال يوسف اولا مبادئ ديال يوسف، غادي تفهموني، فهي تحترم، فهمتي، فهي تحترم. ممكن تهدي من كاين شي اعداء ديال الدوله هما ايضا كتقيسهم هذيك النقطه، فهي تحترم، وخصنا نحترموا ان ديك الانسان فهو كيحب الوطن ديالو ولا كيحب الملك ديالو، فهذيك هذيك النقط هو كيفتخر بها، وانا تحترم شغله هذاك. كيف ما بغى يكون يعني انسان واش ضد او لا مع، فهذيك مرجعيه ديالو وهو مبادئ ديالو يحترم عليها، ما تشغلنا فيه. وكل واحد عنده مبادئ ديالو، عنده يعني شخصيه ديالو، عنده كاركتر ديالو، عنده اشياء اخرى كيمتاز بها. يوسف هكذاك داير، ما يمكنناش نمسوه فداك الشيء، كما انا ما غاديش نبغي شي واحد اخر يجي يمسني فداك الشيء اللي كنعتقد به او اللي كنامن به، وما نبغيش واحد اخر انه يجي يمسو فيا. الخوت ما بغيش نبقاو ديما، ما بغيتش نبقى نشوف ديما بلادي فيها القضيه ديال الحسد، وشي كيضرب شي وشي ما باغاش يوصل شي. ما كانش نشوف شويه الخوت شيئا ما، بنادم يكون واعي ويبغي شويه الخير لبعضياتنا، ونحاسبوا من يستحق، نحاسبوا الناس اللي وراء الكواليس واللي عاطيانا الراس مزيان، عاطيانا من الراس مزيان، ومقصحانا ومقصح بلادنا، و ما كديرش العمل ديالها. اما يوسف الزروالي فهو كيقوم باعمال اللي ما داروهاش بزاف ديال السياسيين في البلاد ديالنا، وساعد ناس كانت حقا محتاجه انها يعني تقدم لها المساعده، لو تبين وجهها ولا ما بينش وجهها، فهما بغاو يبينوا وجههم، اذا فهذيك مسؤوليتهم، باغيين يبينوا وجههم، حنا ماشي شغلنا. لو حقا كنخسروا بلاد، شت وحده رئيس الجمعيه ديال اللي قيم بهذا اللي معاون داك الناس اللي كيديروا الدعوه ضد يوسف الزروالي، تيقول له وحقه كيسعوا وجوه المغاربه. فاي دوله، كنأكد لك صاحبي، فاي دوله فيها الناس محتاجه فقراء، وكما قلت لك دول الخليج راهم فيهم فقراء والناس مكفسه عليهم ما كيبينوهمش، هذاك شغلهم هذاك. حنا اخويا هنا باغي الناس يبينوا وجوههم، وبغاو يبينوهم، خلوهم الله يسخر لهم، وممكن انها كتقدم لهم يد المساعده بهذا التعامل. حتى اللي نقدر نقول لكم ولا هادشي اللي كاين في قلبي في هذه الناحيه هادي، ويكفي انا بالنسبه لي، يكفي تابعه ويكفي حسد، وخص الدوله تقوم بالمحاسبه من الاول ماشي في الاخير، تقوم بالمحاسبه وتقوم بالعمل ديالها، اطار الجمعيات اللي كيكونوا ديال الخير،
وتتبعهم وتسيرهم باش ممكن يكون يعني المعاملة ديال الخير. لو حقا كاين صندوق الدولة، لو حقا كاين كما قال واحد الأخ اللي دار هادشي ديال يعني اللي جمع ليه هاد الناس اللي دايرين دعوة ضد يوسف، لو حقا كاين صندوق شي مكافحة الفقراء أو كذا وكذا اللي مكلفة به الدولة، فأنا شخصيا الصناديق المكلفه بها الدوله او لا اللي الخدامه ديال الدوله مثلا، يعني الناس اللي كتكون خدامه في المكاتب، فليس ما عنديش فيهم ثقه وما كيقوموش بالعمل ديالهم، وكيكونوا اكبر شفاره واكبر نصابه، والدليل هو انه ما كاينش شي عمل خيري خارج من هاد الناس هادو اللي هما تابعين للدوله ديالنا الحبيبه، ما كاينش اعمال ديالهم خيريه في البلاد ديالنا. الخوت السلام عليكم، ونحلوا شويه عقلنا ويكون شيئا ما يعني التحليل ديالنا يكون شيئا ما يعني واقعي، ويكون في محله، ويكون مبني شيئا ما على الاشياء اللي هي كتقنع المنطق، ولا كتكون منطقيه باش اننا نستخلصوا واحد الخلاصه اللي تكون حقا خلاصه تستحق اننا نتكلموا عليها. السلام عليكم.